مرحبا طلاب. طلاب نحن نتكلم عن المحاضرة الثانية، وإحنا أيضا تكلمنا عنها بالتفاصيل وشفتوا الأجهزة وبعضها استخدمتوها. فطلاب هسه نجي مثلا، هاي عندكم مهم الجهاز والغرض منه وطريقة العمل مادته. زين، نجي على جهاز الأوتوكليف. قلنا إحنا أخذناه إنه هي وكل مثل الأوفن هيت ستريلايزيشن، جهاز تعقيم يعتمد لدرجة الحرارة مالته 121، الضغط 1، الوقت حيكون بمختلف، التايم مالته 10 المن للميديا والشوغر، 15 المن الانكلتشرد ميديا. يعني شنو هاي الميديا؟ من حضرناها وذوبناها وخليناها بفلاسكات واريد اعقمها اخليها مدة 15 دقيقة. اوكي، اما 30 دقيقة ويا شنو؟ ويا الاشياء اللي بيها كونتام، اللي تحتوي على كونتام وتلوث. زين، طريقة العمل مالته شنو قلنا؟ يعتمد محو هيت سترلايزيشن، جهاز تعقيم بالحرارة، فراح يعتمد على درجة الحرارة العالية على البخار والضغط. واغلبكم شاف الجهاز، وقلنا يحتاج وقت، لهذا ما قدرنا نستخدمه بمحاضرتنا اللي شرحناها. زين، راح نجي على الانكيوبيتر او الاوفن. الاوفن قلنا شنو فرقه؟ للدراي يستخدم، بس هو ايضا هيت سترلايزيشن. واضح طلاب؟ وايضا طريقة العمل مالته او درجة حرارة تشقيد 180 الى 190. والفرق بالاوفن عن الاوتوكليف هو حيحتاج وقت اكثر من ساعة الى ساعتين. زين، وايضا البرنسبل مالته هنا اللي شي يسوي ديستركشن البكتيريال سيل باي الاوكسيديشن، حيحطم لي البكتيريال سيل جدارها باي الاوكسيديشن. الانكيوبيتر الحاضنه قلنا ليش احنا نستخدمها؟ لان راح توفر لي شنو؟ درجه حراره مناسبه النمو المايكرو اورجانيزم، يعني بما انه عندنا البكتيريا. ايش قد درجه الحراره مالتها؟ هي 37 درجه. اوكي، الميكروسكوب كلكم تعرفوه على مود شنو؟ يوضح لي الاشياء وحجمها، ومن خلال اللينسز اللي موجوده بي اللي راح تسوي لي تكبير للاشياء بالحجم. اوكي، والكابينت هود، والهود اللي شفتوه طبعا اللي قلنا نشتغل بي ويحتاج بيرنر، ايضا هذا شنو؟ فد مكان معقم على مود اسوي بي كلتشر ميديا، ازرع الميديا. واحنا اشتغلنا من اشتغلنا على البيرنر. زين، داخل الهود اللي شفتوه. زين، والثلاجة ايضا تكلمنا عنها وعرفنا درجة الحرارة 4، وعرفنا ليش نخليها على مود نحافظ على الاشياء من الكونتام ومن التحلل، لانه ممكن درجة الحرارة تأثر عليها، ممكن عوامل يعني بيئية تأثر لي على الميديا ماتي او الاطباق، فاني لازم احفظها بالثلاجة. البالانس كلكم عرفتوا ايضا قلنا شنو؟ على مود نقيس بي او نوزن المادة مالتنا الميديا. اوكي طلاب. زين، السنترفيوج جهاز الفصل راح يفصل لي حسب الكثافة. اوكي، الووتر باث مما استخدمناه احنا هو جهاز ينظم لي درجة الحرارة للمادة. زين، وشنو طريقة العمل مالته؟ يعتمد على شنو؟ على السبستانس اللي راح شي يسوي لها denaturated by burner or hot plate. اوكي، البي اتش ميتر اللي قلنا راح يقيس لنا الاسيديتي والالكلاين مال السوائل، والجار الانيروبيك جار، الجار اللي شفتوه وقلنا لازم نخلي به الاطباق اللي ما تحب الاكسجين، لان راح يوفر لي بيئه خاليه من الاو من الاو 2. اوكي زين، وهذه الصور ايضا كلها توضيحيه لكم. التولز اللوب والبايبيت والسبريدر والسواب والنيدل والتيست تيوب، فلاسك والبيكر، الراك، البيرنر، هاي كلها تعرفوها، كنا تكلمنا عنها واستخدمتوها ايضا. فهاي مطالبين بحفظها، تنسألون عنها طلاب شنو مثلا الغرض من هذا ووظيفته شنو، الكل الادوات والاجهزة. وهذا اني ايضا مخليت لكم صور مواضحتها،
واحنا جميع هاي الاشياء اشتغلنا بيها وشفناها. واي سؤال عندكم تفضلوا. شكرا جزيلا.